السلام عليكم اخوتي اخواتاتي، كي دايرين؟ مزيان الحمد لله، على كل حال الحمد لله. اليوم اخوتي موضوع اللي غنتكلم عليه هو عادي الميلودي، لان هذا الخبر وصلني، خبر جديد باقي بنيكتو اخوتي اللي غنهضر عليه، هو ان عادي الميلودي كيستعد باش يخرج اخر يعني خارج ارض الوطن اللي سمعنا هنا اخر مستجدات، انه على ديك المنزل او ديك الدار اللي عنده في المهديه يعني باعها وقرر باش يمشي للديار الاسبانيه. هادشي كامل بسبب باش الدراري ولادو من ابناء عينين تاتا، ديك الزوجه الثانيه ولا الثالثه، هاد الزوجة عينين تاتا اللي كما قالت هي، الأولاد ديالو كما كيقول أنه خايفين مخلوعين، مبقاوش حاملين يعيشوا هنا في المغرب. والسبب أخوتي ماشي أنه باغي على سبب يعني داره سبب الأبناء ديالو، ولكن السبب الرئيسي هو أن ديك الشكاية اللي رفعها له ضده ديك الشخص ميلانو اللي بان في آخر الفيديو على اليوتيوب، يعني كامل بيسو يعني تكرفسوا عليه الحاله يرتلى، وانه رافع عليه الشكايه، ودار هذا السبب، دار هذا السبب باش ما يبقاش هنا في المغرب، يعني بغى يضرب عصفورين بحجر. يعني اذا كان هو يعني الدعوه اللي يرفعوا عليه ولاده عزيز وامنيه، والجلسة باقي، مازال الجلسة الأخيرة اللي غتصدر الحكم ديالها، واللي غيكون القرار ديال القاضي اللي غيكون يعني صراحة آخر كلمة للقضاء، واللي غيتبين فيها الحقيقة. هو مازال خايف، هاد عادي الميلودي خايف بزاف بزاف، وما عندوش ديك الجرأة باش يواجه هاد الحكم، وحتى الاعتداء على الناس اللي اعتدى عليهم هذا السيد، اعتدى على الناس بزاف بزاف، اعتدى عليهم مؤخرا كما قلت هذا الشخص الملقب ميلانو. هادشي كامل يعني الحيطة والحذر اخوتي، وهذا النداء نوجه العزيز الحطابي والامنية باش نقول لهم بانه يحاولوا ما يخليوش ليه الفرصة باش يزيد هرب، ويخليوه حتى يحضر ديك يعني الحكم، يعني ويكمل القضية وتكتمل الفرحة ديالكم. احنا ما نخليوش يدير داكشي اللي بغاه، واللي يعني يضحك على المغاربة طريقته ويضحك على الأبناء ديالو. احنا بغينا الخير الابناء ديالو حتى يوصلوا للحقيقه، واي مظلوم ياخذ حقه، لان هذا الشيء بزاف زاد فيه اخوتي، بزاف بزاف. عادي الميلودي احنا صامدون حتى نوصلوا للحق، الحق ديال الابناء ديالو، والحق اي واحد تظلم من طرف ديالو من طرفه، وياخذ حقه. ان شاء الله احنا كنثقوا في ديك العداله المغربيه، كنثقوا فيها، لان هاد المسائل يعني كتعامل معها بجديه، وان شاء الله يكون خير، وان شاء الله هادشي اللي كنتمناه ان شاء الله بحول الله، لان ما بغيناش حنا الظلم باي واحد، بغينا الحقيقه تكون. وحنا ما نخليوش هاد عادي الميلودي يزيد يهرب ومشي للديار الإسبانية، يعني أكيد أكيد أنه هو إلا مشى راه ما غيرجعش أخوتي، كونوا أكيدين أنه إلا مشى ما غيرجعش، لأنه هو غير ربح هذه القضية، غير ربحها وغيبقى تما حتى تقدام، ملي غتقدام هاد المشكل، غيقدام هاد المشكل عادة يمكن ليه يرجع.
وإحنا ما بغيناش يضحك علينا بهذه الطريقة. ونتمنى من الله تبان الحقيقة ويكون كل شيء يأخذ حقه. هذا الشيء اللي بغينا إن شاء الله أخوتي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.